نعم. هل ورد قرينة أو دليل على أنه فرق الشعر يكون للجهة اليمنى؟ لا ما في شيء، وهذا يعني لأمر ما، لأن هذه من أمور العادات ليست تتعلق بالعبادات. فالشرع لا يضع نظما للعادات لأنه ما جاء لبيانها، فيتركها للناس أحرارا. نعم. بنفس الأسلوب اللي حكينا عن أكل أموال المرابين، إذا كان لتأليف قلوبهم وهدايتهم فيجب عليك أن تصلهم من باب صلة الأقارب أولا، ومن باب محاولة هدايتهم ثانيا. فإذا أصروا واستكبروا استكبارا ورأيت أن في مقاطعتهم فائدة لهم وزجر لهم عن ضلالهم تقاطعهم ولا عليك شيء.